فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب روى المصنف بسندي عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإن أخاف أن يناله العدو. شوف انظر هنا، وهذا حديث في مسلم عن ابن عمر، وهذا منهي عنه من أجل الحفاظ على القرآن وتوقير القرآن وتعظيم القرآن. فإن كان منهي أن يعرضه بنفسه على من يستهينه وينتهك حرمته، كان نهيه عن أن يزدر به ويستهينه بنفسه أولى. ولأن الله تعالى وصف القرآن بأنه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهذا تعظيم وتبجيل للقرآن. فإذا كان فوق السماوات مكتوبا محفوظا وليس هناك إلا الملائكة المطهرون، فلا أن يكون فيما بيننا مكتوبا محفوظا والناس مختلفون والأماكن مختلفة والأحوال شتى. ويذكر أن عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ، أعوذ بالله. وهنا بمعنى أنه لابد أن يرفعه. نعم، وهذه تدل دلالة واضحة جدا على أن من يصلي قائما ومعه المصحف لا يجوز له أن يضع على الأرض وهو قائم، فيكون محل الأقدام، فلابد للقرآن أن يكون مرتفعا. وأيضا لا يجعل القرآن سترة له، لأنه معرض لأن يعني أن يأتي بجانبه أحد، وأيضا سيكون في محل الأقدام، وأيضا لا يضع المصحف ويضع فوقه أشياء يجعله يعني محمولا عليه، وهذا ليس من الأدب مع كتاب ربنا جل في علاه. هذا الكلام هو كلام الله الذي تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يمتهن. قلت لكم بشر الحافي يعني صار إلى ما صار إليه من هذه العبادات والصالحات والتقى لأنه وجد ورقة مكتوب فيها اسم الله وسط النجاسات، فذهب فنظفها وأخذها واحتفظ بها، فلين الله قلبه حتى صار بشر الحافي الذي قيل لأحمد: أترى ما يفعل بشر ولا يجلس مجالس العلم، يعني لا يتعلم والناس يقتدون به في عبادته. فقال: والله ما تعلمنا العلم إلا لنصل لمثل ما وصل إليه بشر الحافي. وعن أبي حفص عمر بن عبد الله الواعظ قال: كان بشر بن الحارث شاطرا يعني يخرج بالحديد، وكان سبب توبتي أو الآن جاءتنا القصة كاملة. وكان سبب توبتي أنه وجد قطاصا في أتون حمام فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فعظم ذلك عليه ورفع طرفه إلى السماء وقال: سيدي اسمك ههنا ملقى. فرفعه من الأرض وقال عنه الساحة التي فوقها، وأتى عطارا فاشترى بدرهم غالي أو غالية لم يكن معه سواه، ولطخ بذلك السحاء بالغالية فأدخله شق حائط وانصرف إلى الزجاج، أو كان يجالسه وانصرف إلى الزجاج وكان يجالسه، فقال له الزجاج: والله أخي لقد رأيت لك في هذه الليلة رؤيا ما رأيت أحسن منه، ولست أقوله حتى تحدثني ما فعلت في هذه الأيام فيما بينك وبين الله تعالى. قال: ما فعلت شيئا أعلمه غير أني أخذني النوم بأتون الحمام، وذكر له المسألة. فقال له: رأيت كأن قائلا يقول لي في المنام: قل لبش يرفع اسما لنا من الأرض إجلالا أن يداس لننوهن باسمك في الدنيا والآخرة. من عظم الله عظم الله جل في علاه، ومن أجل الله أجله الله جل في علاه، جزاء نفاقا وأجرا طباقا. ثم ذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي في ذكر منصور بن عمار وأنه أوتي الحكمة، وقيل أن سبب ذلك أنه وجد رقعة في الطريق مكتوبا عليها بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذها فلم يجد لها موضعا فأكلها، فأوري في المنام أو أوري فيما يرى النائم كأنها قائلا يقول: قد فتح عليك باب الحكمة باحترامك لتلك الرقعة. وكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة. الله أكبر. كان الإمام مالك يقول: من رأى ومن وجد ورقة مكتوب فيها بسم الله فتركها ويعلم أنها تداس بالأقدام فقد كفر. رأيتم كيف يكون الأمر؟ ليس بالهين. وتعظيم كتاب الله دل في علام تعظيم كلام الله. ولذلك قال عثمان بن عفان: إذا طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. ولذلك قال ابن مسعود، يعني على من يزعم محبة الله جل في علاه، قال: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله. اللهم ارزقنا تعظيمك وتعظيم كتابك وتعظيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. اللهم عظم لنا الكتاب والسنة في قلوبنا. اللهم عظم لنا الكتاب والسنة في قلوبنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أمين يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا، لأنني قلت أمشي إلى مسجد فيه جنازات فهو بعيد عني بعض الشيء. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.